رحبت الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد بشرم الشيخ امس وجمع مسؤولين امنيين وسياسيين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين وذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي ادريان واتسون ان واشنطن تعرب عن تطلعها الى مواصلة هذه المناقشات حيث يمكن انشاء سلسله من التفاهمات التي يمكن على اساسها تخفيف حده التوترات بين الفلسطينيين والاسرائيليين